احسن له خيره له. ايه ما لك خيره متكلمين بخيره. ايه احسن له احسن له. ايوه دحين ارسل لك طيب ماشي ماشي طيب. ارسل لك على ايميلك خلاص انا اترك اليوم ان شاء الله في الليل واشوف. والله اني فاكر ادخلته لكن ماني محصل في طلبات العقود. ما الحين ارسل لك اسحب انا من المنصه وارسلك هو. بس العبد تبغاه؟ ايه بس نسخه العبد صورته. اقول لك ايش اسم العمليه؟ اسم عملية تجهيز مراقب جمع المتنزلين الشبيكة باب علي الزياد باب الملك. لا لا غلطان هذا تعدل هذا. طب ايش تقول انت ثاني؟ انت امس تقول لي والله جنبية هذا تعدل. انا عارف هذا تعدل. شوف كنت تعدل. انا افتكر اني عدلته واقول لك ودخلت في طلبات تعديل العقود اقول لك ماني محصله لاني ذاك اليوم لما قلت لك عليه قلت لي باقي حق مقبل ففكرت عقد ثاني. ما ادري ابوي هذا شوف الدار عندي. لا لا اذا هذا حق الشبيكه وجياد تعدل تعدل هذا. ايوه هذا مقبل. ايوه ايوه خلاص تعدل. في أيوه في المتعدل دقيقه في هذا اليوم سام يكلمنا عليه شيخ. والله يا اخي في مراقب مالي ثاني هو اللي اعتمد الطلبات دايخ ما ادري ايش اسمه. انت عندك اجراءات المسعودي؟ ايوه يا اخي رفض لي عقدين رفض لي عقدين كاتب لي لا يوجد البند غير كافي. ايوه يا اخي البند كافي لو ما هو كافي المنصه نفسها ما تقبل اصلا. ايوه المنصه ما تقبل يوصلك العقد ولا يخليني اعدل خطه الدفع. فهو جاء عندنا في الوزاره يعني يعني دحين انا مسمى اجازه 3/7 عندي برنامج تدريبي. هذا مكان هذا المسعودي عندك رقمه وانت تدق عليه قول له يا اخي انا كتبت له لما رفض العقد. باقر كتب باقر كلمه. ايه لازم واحد يكلم لانه قاعد يرفض العقود يقول لك البند غير كافي. البند يسمح انا عارف هو شايف السيوله الباقيه المبلغ المتبقي حق العقد خلاص احنا صرفنا كل اللي في البند بس ابغى اكلم المتبقي. كلم ابو اسماعيل اليوم. ايوه فلو واحد يكلمه عشان لا يقعد يرفض التعديل لانه ياخذ 5 ايام على ما تجي موافقه تلقائيه من المقاول بعدين يروح للمراقب المالي. اول تروح للمقاول ويقعد معلق 5 ايام المقاول ما عنده. احنا عقد حق البيضه السوري الشهر ده العمران عرفنا له عقد تعديل عقد. والله ماني متذكر يا ابو تركي انا يوم الاحد ايه اذا بتشوف فك منصة عندي ولا عندك فك عند حماد مدام عنده طلبات تعديل العقود خليه يدخل الخانة. عندي طلبات تعديل العقود خلاص ادخل على الخانة هذه يجيك انه انرفع طلب تعديل ولا لا ويجيك اذا انرفض ولا اذا اعتمدوا المراقب. شوف الشباك كله معتمد معتمين الخانة معتمد ما لتفير يلا مشتراته بكل عليها اعتمدها. ايه في واحدة ثانية انا امس رجعت ارسلتها ترى لقيته رافضها وكتبت له في الشرح انه المبلغ المتبقي في البند يسمح. ايه تحسينات المداخل. والله انا سيئة عملية انا ما ماني مفتكر. ايه تحسينات المداخل هي هذه لكن رجعت له هي خلاص هي هذه تحسينات المداخل ومخارجي حق دار العمران. ايه خلاص رفضها صح؟ شوف دقيقة الإجراءات تلعب رفضها أظن كأني شفتها مرفوض. والله خلينا نشوف الإجراءات. متى بتيجي إن شاء الله؟ الخميس إن شاء الله كنت بنزل الربوع بس ما أقدر الخميس عندي اختبار. لازم اختبار أكيد. إيه جات هذا مقدم الطلب عبد الرحمن المسعودي لا يوجد رصيد كافي هرجي على نادي. هلك أمي لا يوجد رصيد كافي لا يوجد رصيد كافي. الغك يا اخي ايش؟ من يوم 6 ترى ده 6/3 ولا اسبوع 9 ايام هو الاسبوع اللي راح رفضه شفته انا لما دخل اول شيء طب شوف برضه في اعتماد في اعتماد عبد الرحمن مسعود اعتمدها برضه بنفس اليوم 6/3 الساعه 11:42 بعد دقيقه كتب عدد المقدم طلب لا يوجد وسوس ما ادري اعتمد بعدين رجع وصحي لا ما اعتمد صدقني لو اعتمد تجينا ما الا تعال خليك
خلي فك من الوقت. قاعد اسوق يا شيخ لا تخليني اصدق. نعم خلاص مكتوب اعتماد ملاحظات اعتمد. ماذا كتب الخطوة الرابعة؟ الخطوة الرابعة نفس عادة المقدم الطلب يجد رسيد كافي. يعني هذه قبل 42 دقيقة وبعد 43 رفض. ما ادري عنه ماذا كتب اعتمد فاهم غلط ولا ظاهر انه شيء غير صحيح اصلا. ايه لانه خطة الدفع ما تتعدل الا اذا في فلوس في المد. اكيد هذه واضحة. وانا معدلها كلها. هو دحين رفضها شوف على نفس المعاملة يبغالي ارجع ادخل النسبة من جديد لانه دحين لو اجي اسويها تتغير النسبة. فخليها ان شاء الله. خليها الاحد انا كلمت بيها الاحد. ايه الاحد ان شاء الله خير. ماشي باشا. وكيف الدورة حقت السكبة حضرت امس؟ ايوه ما درجة بين المعهد الادارة. ايش جايبين لكم؟ واحد مدرس من معهد الإدارة. ايه؟ يعني ما ادري امس او اليوم يعني ما ادري ما اشوف ذاك مقنع. مش فاهم. لكن شوف اليوم زي اللي عندنا في اثنين اردني سوداني يدرسونا في النظام. اذا سالتهم سؤال عملي كذا ينحشروا. ما حافظين ما مفهمني. ايه ما قد اشتغلوا يقولوا السوداني قال ترى انا ما اشتغلت على النظام فالمختصين حقين المشتريات حيسألوا اسئلة ما اقدر اجاوب اسألوها للعيدان. العيدان عندنا بكرة وبعده. فقال العيدان هو ما ادري عنهم والله على اي اساس بس كذا يقرا الاردني يفك السلايدات ويقعد يقرا ويلسع دين امك باختبار ما احنا شايف انا بقرا الشريحه وخلاص. ايه يعني ارسلوا لكم العرض التقديمي ارسلوه لنا احنا نقرا الشرائح. الله الله يعينك. ان شاء الله باذن الله. كيف في اكل في الدوري؟ ايه في نفس كلنا 14 من 15 نفر 10 من الوزاره والباقيين موارد بشريه وجامعه طيبه ومدرسه اثنين قطعين. خليت رجال حديد. ايه بس معنا واحدة كنت غير رجمانة وسارة في واحدة موارد البشرية زارة الموارد البشرية معنا وشكرا صامة شكرا هي السفيرة حبيتهم. خلاص يعني أنا دورتي هذه للأسبوع الجاي حتتكنسل أكيد. ايه ايه أقول لك بدل هذه مربوطة بي لازم تاخذ مقدمة والسعر المستحدثة. ايه المستوى الأساسي والمتقدم. طيب ماشي. ايه ماشي الله يستر لك thank you.